بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة عطرة وسلام. ها هي الأرض التي ارتوت بدم الصحابة الأخيار والفاتحين الأنصار. ها هي الأرض المباركة تسعد بضيف الجزائر، حمل لواء العلم، حمل لواء حوار الحضارات، تشرب الحكمة في صنوف الحوار مع الآخر صال وجال، وفي فنون التعايش السلمي كتب وقال: من أرض ألمانيا جاءنا حاملا معه سلام الأخوة وعذب المسرات، فاستقبلته الأرض الطيبة كما استقبلت أسلافه بالمحبة والاحتفاء. حي معي على أرض الجزائر وعلى شاشات التلفزيون الجزائري ضيف الجزائر فضيلة الأستاذ عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، مرة أخرى بالجزائر في قاعة الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. شكرا لكم على هذه الاستضافة المباركة في أرض الجزائر الشقيقة. من ألمانيا نزور هذا البلد الكريم لثاني مرة، ونشكركم على حسن الاستقبال وعلى حفاوة الترحاب، ونحن سعداء جدا أن نكون معكم في هذا البرنامج الشيق والكريم. البداية الأستاذ عبد الصمد، من العنوان الوظيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، ما هي هذا المجلس؟ ما هي أهدافه، رسالته، كيف يشتغل، أو أبرز الملفات التي يشتغل عليها في ألمانيا وفي دول أوروبا؟ المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا تأسس من المواطنين المسلمين في ألمانيا، كان التأسيس في عام 1987. تأسس هذا المجلس لأقوم بأدوار مختلفة سنختصرها في ثلاثة بنود رئيسية. النقطة الأساسية هو أنه يقوم بتمثيلية المسلمين في ألمانيا، تمثيليتهم أمام السلطات، أمام الحكومات، الحكومة المركزية والحكومة الفيدرالية، وكذلك أمام الإعلام وأمام المجتمع. النقطة الثانية أنه له دور تأطير المسلمين، التأطير الديني، فالمجلس على المسلمين يتضمن إلى مجلس علمي فقهي يقوم بتأطير المسلمين في النوازل المختلفة التي تواجههم في السياق الأوروبي الذين يعيشون فيه. ثم النقطة الثالثة، يقوم المجلس بالتنسيق بين أعضائه، هو يمثل أزيد من 300 مسجد ومركز إسلامي في ألمانيا، ونحاول دائما أن نستفيد من خبرات بعضنا البعض ومن تجارب بعضنا البعض، وأن لا نخترع العجلة من جديد كما يقال مثل ألماني، إنما أن نستفيد مما تم تراكمه من تجارب قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، نستفيد من الإيجابية لنكررها ونجودها، ومن السلبية لأن لا نكررها ولأن نستفيد منها. البلدان الإسلامية هناك مؤسسات خاصة تهتم بالشأن الديني كما هو الأمر هنا في الجزائر، ونحن هنا في ضيافة المجلس الأعلى الإسلامي الجزائري، ولكن في السياق الأوروبي والسياق الألماني بالخصوص نحن المواطنون المسلمون، نحن من علينا أن نهيكل أنفسنا في إطار جمعيات ومؤسسات ومنظمات، وأن نقوم بهذه الأدوار التي تقوم به عندنا المجالس الإسلامية والمندوبيات الإسلامية والوزارات التي هي مكلفة بهذا الأمر. هناك في أوروبا أغلب الدول لها أنظمة علمانية، هذا بالذات الذي كنت أرغب السؤال عنه. نعم. الأنظمة العلمانية في أوروبا،
من خلال المطالعة ومن خلال حديثي إليك قبل البرنامج طلعت بأن علمانية ألمانيا هي غير علمانية بقية الدول الأوروبية. نعم. المشاهد ربما يستغرب ويتطلع لأن يكتشف هذا الأمر. صحيح، لأن كثير من عندما ننظر إلى الغرب، الغرب ليس ذلك النظام الموحد، هناك الواقع الطوائف الدينية في ألمانيا ليس هو الواقع في إسبانيا أو في كندا مثلا، هناك دساتير مختلفة. فنجد في فرنسا مثلا هناك لائكية قطعية، يعني يقال على أن الدولة يعني تبعد كل البعد على كل ما له علاقة بالدين، بينما في نظامنا وفي دستورنا الألماني هناك علمانية ممكن أن نسميها علمانية تشاركية، فهناك نوع من الشراكة بين مؤسسة الدولة وبين المؤسسة الدينية. المؤسسة الدولة معروفة بهياكلها المختلفة، والمؤسسة الدينية هي نحن، هو المجلس الأعلى للمسلمين. ونرى ونجد بأن الدستور يعطي لكل مهام، فالدستور الألماني يقر تعليم التربية الدينية ويقول أن الدولة هي المكلفة بالبنية التحتية وبإيجاد المدارس وبإيجاد وظائف الأساتذة، والمؤسسة الدينية أي المجلس على المسلمين عندما يتعلق الأمر بالإسلام هي المفوض لها المقررات التي تدرس للتلاميذ وللطلبة، وهي المفوض لها تزكية الأساتذة الذين يدرسون التربية الإسلامية الدينية على سبيل المثال. هنا في ميدان تدريس التربية الدينية وفي ميدان استقبال البعثات التي تقوم بالإقراء والتي تقوم بالخطابة في المساجد، ربما نبحث عن أرقام أعداد المسلمين هناك في ألمانيا، عدد المساجد، هل الجزائر بإمكانها أن تتعاون أو ترسل أو هل هي ترسل وتتعاون، هذه الأمور. نعم، هنا كذلك علينا أن ننظر إلى المسألة من شقين متوازيين. أولا التعليم الرسمي الدولة تتعاون فيها مع المؤسسة الإسلامية المحلية، المجلس على المسلمين نموذجا، ولكن المجلس على المسلمين له دور تأطيري خارج العمل داخل المؤسسات التعليمية الرسمية. هناك دور في تعليم اللغة العربية ومبادئ الدين في المساجد المختلفة. ألمانيا فيها أزيد من 2600 مسجد. ففي هذا السياق نحن نسعد ونتشرف أننا بنينا شراكة مع وزارة الشؤون الدينية في الجزائر، ونستقبل في رمضان مثلا مقرئين جزائريين متمكنين يقومون بإمامة التراويح بقراءة القرآن في المساجد المختلفة المنضوية تحت لواء المجلس الأعلى للمسلمين. ومثل هذه الشراكات بنيناها مع دول أخرى، هذا العام سنستضيف لأول مرة مقرئين من البحرين، استضفنا ونستضيف مقرئين من مصر الشقيقة، من تونس، من دول مختلفة، وهذا كله في إطار العمل التأطيري الذي نقوم به خارج المؤسسات التعليمية، سواء كانت هذه في المدارس العامة أو في الجامعات. جيد، ربما نشاطكم أو نشاط المجلس الأعلى هو في ألمانيا، في بلد يعتبر كذلك من البلدان التي يتنامى فيها أو يتصاعد فيها الإسلاموفوبيا أو الخوف الجماعي المرضي من الإسلام والمسلمين، هذا المفهوم الذي طغى بشكل رهيب في وسط مجتمعات تدعي الديمقراطية وريادة حوار الأديان، أليس هذا تناقض في هذه المجتمعات؟ نعم، قد يجوز لنا أن نعتبره تناقضا وقد لا يجوز، وقد لا يجوز، ولذلك لأن كذلك للمسألة مسؤولية خارجية يتحملها غيرنا، ولكن هناك كذلك مسؤولية داخلية يتحملها نحن، وسأتطرق لهذا الأمر. ألمانيا إلى حد قريب كانت تشكل استثناء فيما يخص ملف الإسلاموفوبيا، بينما كنا نرى في فرنسا وفي هولندا تصاعد رهيب لأعداء المسلمين ومؤسساتهم والاعتداء عليهم، كانت ألمانيا ما زالت
تسير في نهج سليم. ولكن منذ 2015 في العام الذي استضافت فيه ألمانيا أزيد من 1,000,000 لاجئ من بلدان مختلفة على رأسها سوريا وأفغانستان والعراق، بدأت الكفة تتغير وبدأت تنشأ بعض الحركات وبعض الأحزاب مثل بيجيدا وحزب سمى نفسه البديل من أجل ألمانيا. هو ممكن يكون كل شيء ولكن لا يجوز له أن يكون بديلا أبدا. هذه الأحزاب وهذه الحركات، حزب البديل مثلا دخل إلى برلمانات ألمانيا المختلفة. ألمانيا عندها نظام فيدرالي، هناك برلمان مركزي في برلين في العاصمة، ولكن فيه هناك 16 ولاية وكل ولاية فيها حكومة مستقلة وبرلمان مستقل. استطاع هذا الحزب الذي بنى مشروعه بالدرجة الأولى على عداء الأجانب وعداء الإسلام والمسلمين، وليس له دون ذلك أي برنامج، استطاع أن يدخل إلى هذه البرلمانات وأن يسهم حتى وإن كان في المعارضة، أن يسهم بطريقة غير مباشرة في التشريع. ولذلك أصبحنا نرى بأن ألمانيا في الأوائل الأخيرة بدأت فيها يعني عداء يعني واقعي وظاهر جدا ضد الإسلام، ضد المسلمين، ضد مؤسساتهم. للأسف الشديد لم تكن هناك إحصائيات تثبت لنا أعداد هذه الاعتداءات. إلى غاية عام 2017 كانت تسجل هذه الاعتداءات اعتداء على الأجانب، ولكن نحن لسنا أجانب، نحن مواطنون في تلك البلدان ونحن مسلمون. هذا اعتداء على المسلمين وعلى الإسلام، يجب أن يصنف كذلك حتى نرى حجم الظاهرة. فتدخل المجلس على المسلمين بطرق مختلفة، أصبحت هناك إحصائيات الآن. هذا هو بيت القصيد. نعم. الآن دور المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في مكافحة ومجابهة هذه الظاهرة، ظاهرة الإسلاموفوبيا، ثم دور المجلس الأعلى للمسلمين في تثبيت الإحصائيات العنف والتطرف ضد المسلمين، طريقة اشتغاله، هم يشتغلون من خلال البرلمانات، من خلال تشريعات. الآن دوركم مع الأحزاب والهيئات والجمعيات في التشريع والتمكين. نعم، كان من باب الأولى، المعركة الأولى التي خضناها هو أن تكون هناك إحصائيات أولا، لأن حتى نتكلم بأرقام وبدراسات. وفي 2017 في وسط العام نجحنا أن أقنعنا وزارة الداخلية بأنها أصبحت يعني جميع مراكز الشرطة أصبحت تفتح يعني إحصائيات رسمية وتقدم سنوية. والآن تتراوح الاعتداءات على المسلمين سنويا في حوالي 1,000 اعتداء كل عام. 1,000 اعتداء، هذه تسجل وما خفي أعظم. كثير من الناس يعتدى عليهم وخجلا أو خوفا أو حياء لا يذهبون للتبليغ عن ما يجري. فلذلك الظاهرة في الحقيقة أكبر مما تقره هذه الإحصائيات. ثم بدأنا نقنع المجتمع الذي نحن فيه بأن هناك خطر، وهذا الخطر ليس هو خطر على الإسلام. نحن بالمناسبة لا نخاف ولا نخشى على الإسلام، إنما الذي يحترق عندما يحترق مسجد أو الذي يعتدى عليه عندما يعتدى على بنت محجبة هو الوطن، وطننا الألمانية والقيم التي تأسست عليه هذه الأوطان. ولذلك أنا في بداية كلامي قلت هناك جزء من المسؤولية نتحمله نحن، لأننا كنا في وقت من الزمان ننظر إلى أنفسنا على أننا جالية، والجالية من الجلاء، الجالية من الذهاب. الذي يسمي نفسه جالية، وكما كانوا يسمون أباءنا وأمهاتنا في ألمانيا، كانوا يسمونهم العمال الضيوف، العامل الضيف، وكأنك مرحب بك ما دمت تعمل وستظل ضيفا. نحن طلقنا لهذه المفاهيم كلها وأسسنا لمفهوم المواطنة. هذا الذي أود التوقف معك عنده. نعم. مفهوم المواطنة الآن يختلف ويتغير ويتجدد. محددات المواطنة التي تشتغلون عليها اليوم أنتم، كيف نقدمها للمشاهد الجزائري عبر شاشات التلفزيون الجزائري ولكل مشاهدي هذا البرنامج؟ أعطيك مثل أستاذ حمزة، أنت كمواطن جزائري يهمك ما يجري في بلدتك،
سواء كان سلبيا أو إيجابيا، وأنت واجب عليك أن تقوم بكل ما بوسعك من إمكانيات في إطار القوانين وفي إطار أعراف البلاد من أجل تصحيح المسار السيء ومن أجل تطوير الأمور الإيجابية الموجودة في هذه في هذا البلد السعيد. نفس الشيء، نحن لا يجوز لنا أن ننظر إلى أنفسنا على أننا على الهوامش، على أننا عمال ضيوف كما كان يقال، إنما نحن مواطنون ويهمنا ازدهار ورخاء الأوطان التي نعيش فيها. ولذلك نقول لهم هذه الإسلاموفوبيا هي تحرق ألمانيا، أما الإسلام ما دخل في أزمة إلا وخرج منها أقوى. نحن لا نخاف على الإسلام ولا على المسلمين، عقيدتنا وإيماننا راسخ جدا، ولكن نخاف أن ونحن نلاحظ أن هناك نكسة في هذه في ذلك التسامح وتلك الديمقراطية وتلك الحقوق التي طالما كنا نتغنى بها في ألمانيا أننا أصبحنا نتراجع فيها. وبنت محجبة يعتدى عليها ويبصق عليها في وسط الشارع، هذا لا يشرفنا كمواطنين. هذه الأفكار التي لا تشرفكم كمواطنين، أو هذه الأفكار المعادية للإسلام والمسلمين، هل بالإمكان أن نصنفها في خانة العنصرية؟ طبعا، هي العداء ضد الإسلام والمسلمين هو جزء من العنصرية، وعلينا أن نكون واقعين بأن العنصرية إذا هي قد تغزو كل إنسان إنسان، قد تكون هناك عنصرية كذلك في بلدان الإسلامية تجاه بعض الأقليات الأخرى، وعلينا دائما أن نرجع ونحن مسلمون أن نرجع إلى التكوين والتربية النبوية التي علمتنا أن الإنسان يجب أن يتعامل به بسواسية. وهذه الأمور التي نحاول أن نترجمها إلى برامج في السياق الألماني، فأسسنا على سبيل المثال مؤسسة أسميناها جنبا إلى جنب، لأن كنا نلاحظ بأنه عندما يتم التهجم على أي إنسان مسلما كان أو غير مسلم، هناك أقليات دينية أخرى كذلك يتهجم عليها ويعتدى عليها في السياق الألماني، فكان من واجبنا الإسلامي نحن كمسلمين ولكن كذلك مع أتباع الأديان الأخرى أن نؤسس مؤسسة تقف إلى جانب المعتدى عليه ولا تسلط الضوء على الجاني، لأن كنا نرى إذا تم اعتداء يسلط الإعلام يسلط الضوء على من هو هذا الجاني، ما هي خلفيته، هل هي خلفية سياسية أم هي خلفية عنصرية أم ماذا. نحن نقول لا تهم الخلفية، المهم أنه تم اعتداء على مواطن، ونحن يجب يعني بواجبنا الديني وبواجبنا الوطني أن نقف تجاه هؤلاء. وهذه المؤسسة جنبا إلى جنب نالت اعترافا من الحكومة الألمانية وتمويلا من الحكومة الألمانية، لأن تمول بصفة رسمية، وأنا أتشرف أني كنت أحد مؤسسيها وأنا في مجلس إدارتها. كذلك نالت في العام الماضي في مؤتمر الدوحة لحوار الأديان بجائزة الدوحة لمحاربة الكراهية، فهذه أمور نتشرف بها وهو جزء من الأنشطة التي يقوم بها المجلس على المسلمين في ألمانيا. الأنشطة التي تقومون بها على ميادين عديدة، ربما الميدان الإعلامي كذلك له فضاء، لذلك وددت وتلبية لرغبة كذلك بعض المشاهدين الذين أوصوني أن ألقل إليك هذا السؤال، بأن هناك بعض وسائل الإعلام الغربية تغذي هذا المفهوم إعلاميا ببث تصريحات وخطابات مناوئة للإسلام، كيف لكم أنتم في المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا وكيف للناشطين في الشأن الديني في مختلف الدول الأوروبية أن يواجهوا هذه الشاشات وهذه الفضائيات؟ نعم، الإعلام مسؤولية، وأنتم كإعلاميون تعرفون هذا بأن عليكم مسؤولية، وأنتم تقومون بميثاق شرف من أجل خدمة الإنسانية وخدمة الحرية الرأي. هذا الأمر أصبح فيه في السياق الأوروبي اعوجاج كبير، فنرى بأن منصات إعلامية أصبحت تتخصص هي ليست فقط ناقلة، إنما هي جزء من هذه الإسلاموفوبيا التي نعيشها، فنراها تسلط الضوء على مسلم يعني قام بشيء مشين، ونحن نستنكر هذا الأمر، تسلط عليه جميع الأضواء،
ونرى بأن مؤسسات وأشخاص من المسلمين يقومون بمبادرات عجيبة وجميلة في إطار مواطنتهم الألمانية ولا أحد يهتم بذلك، فتصبح يصبح هناك اعوجاج في تقديم الصورة، وهذا يجعل عموم المجتمع يظن بأن حقيقة هؤلاء المسلمون لا يأتون لنا إلا بالمضرات ولا يأتون لنا إلا بالمشاكل، لأن الإعلام يسلط الضوء على هذه الحالات الشاذة ويغمض عينيه عن حالات مختلفة كثيرة. نحن مررنا من أزمة كورونا، المساجد في ألمانيا فتحت أبوابها لخدمة كبار السن والتقديم لهم المساعدات عندما كانوا لا يستطيعون الخروج وشراء ما يحتاجونه من لوازم حياتهم. كان الشباب من داخل المسجد، فتيات ويعني رجالا ونساء، يذهبون إلى الجيران ويدقون على أبوابهم ويأتونهم بحاجياتهم. كم من مسجد تحول إلى مكان إيواء في وقت الشدة ووقت البرد القارس في ألمانيا لناس متسولين، كم من مسجد تحول إلى مركز للتلقيح في هذه الأزمة. هذه الأمور لا نرى أن الإعلام يسلط عليها الضوء بالشكل الذي ينبغي، ونراه يعني يصطاد بعض الحالات الشادة من أجل أن يجعل منها خبرا وقضية. هذا عن مواجهة خطاب الكراهية في الفضائيات، فماذا عن التعريف بحقوق الإنسان، خاصة وأن للإسلام شقا كبيرا في هذا الميدان، ويعترف الغرب لهذا الرجل مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر الذي تسمى باسمه هاته القاعة بأنه أحد مؤسسي حقوق الإنسان المعاصرة في هذا في القرون هذه المتأخرة. أكيد، ونحن نعتز بمثل هذه القامات التي أعطتنا معنى القائد المسلم الحقيقي في الحقيقة، ونحاول من خلال إمكاناتنا المتواضعة أن نسلط الضوء على مثل هؤلاء، لأننا نرى مثلا أن ألمانيا كتبت على نفسها على أنها تحارب معاداة السامية وتقف مع حقوق اليهود. نحن علينا أن نعلم بأن المسجد الكبير في باريس، هذا المسجد الذي كان فيه إمام جزائري، احتضن اليهود في الحرب العالمية الثانية، واحتضنهم داخل المسجد من أجل أن لا يقتلوا من حكومة هتلر وفيتشي في فرنسا. هذه الأمور التاريخية يجب أن تدرس، لأن حقوق الإنسان لا تجزأ ويعمل على إبرازها من خلال أدوار هيئات التي ترأسونها وتشتغلون فيها، وكذلك في إطار حوار الأديان. نحن عندنا زملاء من الأديان المختلفة، المؤسسة التي أسستها جنبا إلى جنب أسستها مع راهب مسيحي ومع مسؤول يهودي وأنا كمسلم، لأن كما قلنا حقوق الإنسان لا تتجزأ، والقرآن الكريم كرم الإنسان إنسانا بغض النظر عن خلفيته، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة الذي من خلال وثيقة المدينة أسس لهذا التعايش بين المسلم وغير المسلم. نقول لزملائنا بأن هذا الإسلام هو دين شمولي، دين وضع الإنسان في مركز الاهتمام ولا يفرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. لا فرق لعربي على عجمي إلا بتقوى الله. في ما تبقى لدينا من وقت، درستم الاقتصاد واشتغلتم كمدير للجودة بمطار فرانكفورت في إحدى الشركات التي تشتغل على الشحن، حولتم الوجهة إلى الشأن الديني في هذا المجلس وفي حوار الأديان والحوار مع الآخر كتحفيز للشباب. شباب عندما يطالعوا سيرتك العلمية أو سيرتك المهنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتساءل، يقول ما هو السر الذي دفع الأستاذ عبد الصمد اليزيدي من التحول من الاقتصاد إلى الشأن الديني أو إلى الحوار مع الآخر أو حوار الحضارات أو حوار الأديان؟ نعم، وما نسميه بالشأن الديني العمل فيه هو تشريف، والله سبحانه وتعالى يصطفي لهذا العمل ما يشاء، وأنا يعني أحمد الله سبحانه وتعالى أن
ساعدني على أن أسير في هذه الوجهة. ولكن العمل الإسلامي لا يتناقض مع البروز في العمل المهني. أنا ما زلت الآن أترأس شركة وعندي عمل مهني متميز، وهذه هي الرسالة التي نريد أن نعطيها لأبنائنا، أننا دائما أن نجمع بين العمل الروحي الذي نجتهد فيه من أجل أن نغير أمرا إلى الإيجابي، هذا ما أمرنا به، وكذلك هذا يكون كذلك عبر الإتقان في العمل وفي المهنة وفي الدراسة، ليس هناك تناقض. أنا كنت أشتغل لمدة أزيد من 15 سنة مدير جودة في المطار فرانكفورت في مجال الشحن الجوي، وكنت في نفس الوقت أشتغل في المساجد وأدرس هناك وأتعلم في إطار التطوع. الآن يعني مع كثرة المهام ومع تحمل منصب الأمانة العامة أصبح العمل الاقتصادي ينقص والعمل الحواري والتواصل يزيد، وهذا أعتبره تشريف وأشكر الله سبحانه وتعالى أن يسخرني، أنه سخرني ويسخرني لمثل هذا العمل. شكرا الأستاذ عبد الصمد يزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا على هاته المقاربات في الإسلاموفوبيا، على التعريف بهذا المجلس ونشاطه، على تلك اللفتات الطيبة في ميدان حقوق الإنسان وبث خطاب الكراهية وكيفية مناقلتها. وأشكركم أستاذ حمزة على الاستضافة في هذا اللقاء الشيق، ضيف الجزائر منبر لنا ومنبر لغيرنا من الزملاء ممن يزورون الجزائر، لأن يعطي صورة من ما يعيشونه من مشاكل ومن تحديات. فشكرا لكم على فتح هذا المنبر وعلى هذه الاستضافة الكريمة. ونحن نرحب بك مرة أخرى في أرض الجزائر المجاهزة، ونسعد باستضافتك ويسعد من خلالك المشاهدون، مشاهدو التلفزيون الجزائري عبر كافة شاشاته وفضاءاته بالترحيب بك. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه إذن وقفتنا مع ضيف الجزائر الأستاذ عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، حيث قاربنا العديد من النقاط لعل أبرزها ميدان اشتغال المجلس الأعلى، خطاب الكراهية ومناقضته، الإسلاموفوبيا وكيفية التصدي لها من قبل المجلس، وغيرها من النقاط، إلى أن ألقاكم مع ضيف آخر من ضيوف هذه الأرض المباركة، أرض الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.